بلغ عدد معاملات أذونات الدخول والإقامة المنجزة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك نحو 185 ألف معاملة، فيما بلغ عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال الفترة نفسها 1,138 ألف حركة، وعدد مستخدمي البوابات الذكية أكثر من 200 ألف شخص، ما أسهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي. هذا وقام سعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بجولة تفقدية لقطاع المنافذ الجوية في مطار دبي الدولي، اطلع خلالها على استعدادات موظفي الجوازات في صالات المغادرين والقادمين لإنهاء إجراءات جميع المواطنين والمقيمين والزوار. وقال سعادته إن رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ونعمل بكل جهد على تحقيق هذه الرؤية من خلال توحيد الجهود والعمل كفريق واحد.